State of Qatar has decided to withdraw its membership from the Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC effective January 2019. قطر تترجل من ركب أوبك على حين غرة. الدولة التي صالت وجالت داخل دهاليز منظمة النفط ل57 سنة تنسحب دون مبررات، مكتفية بشروحات تقنية تؤكد أن لا علاقة لها بمطبخ السياسة. إشكالياتها مع أشقائها في منظمة تعاون الخليج أنها تعيش حصار، وهذا الحصار انعكس حتى على وضعها داخل أوباك، خاصة أمام أكبر منتج للنفط داخل أوباك وهي المملكة العربية السعودية. ولذلك قطر لا تريد أن تبقى ضمن هذا الوضع الغير المريح لها، أن لديها التزامات ولديها مساهمات خاصة مالية ومادية، ولديها كذلك تبعات وتكاليف، بينما هي تعيش حصار. المغادرة التي رفضت قطر ربطها بالحصار المفروض عليها سبقته تغريدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي عبر فيها عن سخطه تجاه قرارات المنظمة. أوباك أمام منعرش تاريخي وحاسم في تاريخها أمام قوى الهيمنة وأمام الضغوطات الرهيبة والكبيرة للإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تقوية أركان أوباك، بينما قطر أنها شريك أساسي في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ولذلك قطر ترى أنها لا تريد أن تدخل في مواقف متجذرة ونقيضة لرغبة الإدارة الأمريكية، بينما هي من صغار المنتجين وسوف تتحمل تبعات كبيرة. المطلوب اليوم من المنظمة تغيير الذهنية والاتجاه نحو إنتاج الطاقة البتروكيماوية والإسراع في تعويض انسحاب قطر باستمالات دول كبيرة الإنتاج. أوباك الآن مدعوة أن تجدد أول شيء من عقيدتها الاقتصادية التي تأسست عليها في نهايات خمسينيات القرن الماضي، لأوباك أن تتطور من حيث العقيدة الاقتصادية، من حيث الهيكلة، من حيث المنظور. ينبغي الآن أن تفتح أبوابها لضم عضوية، لا يهم الآن من ينسحب، بل يهمنا من نستطيع أن نضم الآن من أعضاء جدد ومن كبار منتجين. كذلك أوباك ينبغي أن تنفتح على الصناعات البتروكيماوية وتنسيق الجهد على مستوى الأسواق، خاصة الأسواق الشرق آسيا. فهل خروج قطر سيفتح باب الشتات للدول الأعضاء التي يبدي بعضهم تململا في الالتزام بالتسقيف؟